أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم في برنامج ديوان الملة. اليوم حلقتنا راح تكون من ضمن الحلقات المهمة والتي أتمنى من الجميع أن يسمعوها بعقل، أن يسمعوها ويعوها بعقل، لأنها من ضمن الحلقات اللي راح تجاوب على الكثير من استفسارات المشاهدين حول الطاعة لولي الأمر، وأيضا خطورة الإخوان المسلمين في منطقتنا العربية. رحبوا معي بفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز الرئيس، المدرس في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. مرحبا فيك بعمر. حياك الله وحيا الله الإخوة جميعا. يسلمك. الله وتشرف الكويت. والله الكويت ما شاء الله مشرف بأهل الطيبين. الله يبارك فيك. أسأل الله يزيدها عزة وتمكينه وجميع دول المسلمين يا رب العالمين. جزاك الله خير دكتور. سؤالنا الأول دكتور، ويمكن الكل اللي يسأل حول هذه النقطة، رأي الفقه الديني بالذات في الجمع بين إنكار المنكر والسمع والطاعة لولي الأمر. في هناك بعض المذاهب أو الأحزاب السياسية الدينية ترى عدم وجود طاعة ولي الأمر ومخالفته والدعوة للثورات، وخاصة في عملية النصح لولي الأمر. شنو إجابتك على النقطة هذه؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، أريد أن أبين لإخواني المشاهدين والمستمعين رجالا ونساء أن هذه المسائل ليس فيها مجال للرأي، لا لي ولا لغيري ولا لكبير ولا لصغير ولا لقديم ولا لحديث. حلو. هذه أمور بتت بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولو سمحت لي أذكر بعض الأدلة حتى يعلم المستمعون أن الكلام في مثل هذا ليس مجال للاجتهاد، ولا رأي مني ولا منك ولا من قبلنا من العلماء ولا من أحد، لا كبير ولا صغير. هذه المسائل بتت فيها الشريعة بأسلوب واضح بين جلي ظاهر للمصلحة الدينية والدنيوية. لكن أنا أنبه إخواني جميعا أن ميزة الشريعة أن مصلحتها بالنظرة الكلية، وأن العاطفيين وقصيري النظر ينظرون للمصلحة القريبة، يكاد أحدهم لا يتعدى نظره عن أرنبة أنفه أو موضع قدمه. يعني نضربك مثال، لو قال قائل إنسان مصاب مرض المرض السرطان، أسأل الله يعافينا وإياك جميع المسلمين، فاضطر أن يقطع يبتر يده، بيقول قائل عاطفي معقول تقطع اليد اللي بها تأكل وتشرب؟ شوف النظرة العاطفية الجزئية. النظرة الكلية العاقلة التي تنظر لمآلات الأمور تقول أخسر يد أو جزء من اليد أو كف في مقابل حفظ البدن، هكذا الشريعة. لذا يقول علماء المتوارد علماؤنا وعلماء الإسلام ومنهم شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم، بل إن العز بن سام ألف رسالة أرجعها كلها إلى قاعدة أن الدين قائم على جلب المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليدها، هذا الدين كله. فلذلك من ذلك الأمر بالسمع والطاعة والأمر. صدقني وليصدقني إخواني جميعا أن الشريعة ما جاءت بالسمع والطاعة للحاكم لسواد عيون الحكام. نعم الحكام لهم مكانتهم، لهم تقديرهم، ويجب أن ننزل الناس منازلهم منهم الحكام، لكن الشريعة ما جاءت بهذا لأجل الحكام، جاءت به لمصلحة الشعوب. يقول الشاعر الجاهلي الأودي: لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات لهم إذا جهالهم سادوا. هذا فهمه الشاعر الجاهلي قبل الإسلام بما أتاه الله من بصيرة. وأنت ترى الآن ما أمثل بمثال كبير بإشارة مرورية وقت خروج الموظفين، تعطلت هذه الإشارة، كيف أصبح حال الناس؟ فوضى. كيف إذن إذا لا يوجد حاكم؟ ثم في صحيح مسلم بن مسعود أنه قال: السعيد من وعظ بغيره. لننظر من حولنا من الدول، أيام الصومال، أيام سياد بري، قبل العراق أيام صدام، ليبيا أيام القذافي، اليمن علي عبد الله صالح، وهكذا. والله إن حالهم مع سوءها قبل إلا أنها خير من حاله الآن. صحيح. وهذا أنا ما أقوله، أنا أجرت لقاءات مع مواطني تلك البلدان، أسأل الله أن يعم بلادهم بالأمن والأمان وجميع بلاد المسلمين، وقالوا ما أحسن الأيام الأولى التي كنا نستنكرها. لذلك الشريعة جاءت بهذا رحمة بالشعوب، إعزازا لدين الله، تحقيقا للمصالح. لكن أين من يعقل هذا؟ صحيح. هناك لغتان، يأتيك إنسان عاطفي يدغدغ العواطف، الحكام أخذوا ونهبوا والنتيجة قوموا، ما الخسران؟ أنا وأنت. كل داعية فساد، كل داعية ثورة هو في حقيقته مضيع للأمن، وكل مضيع للأمن تأكد أنه عدوك وعدو أمك وأبيك
وولدك وزوجك والمجتمع بل الدولة كلها. هو عدوك. أي دولة، أي مجتمع، أي أسرة كبيرة أو صغيرة تنمو وتقوى في ظل الخوف والرعب. والله قابلت أحد إخواننا العراقيين، أسأل الله أن يعم بلادهم الأمن والإيمان وطاعة الرحمن وجميع بلاد المسلمين، قابلت في مكة قبل سنتين تقريبا، قال تصدق يا عبد العزيز والله أنا غني، عندي مزارع، عندي خيرات، لكن والله ما استفدت منها لعدم وجود الأمن. لذا إبراهيم عليه السلام يدعو ربه بالأمن، ربنا سبحانه يمتن على كفار قريش بالأمن الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. لما؟ لعظيم درجة الأمن. اسمع لو سمحت لبعض الأحاديث، وأنا أوجه الإخوان المستمعين، أخرج البخاري مسلم، أنا شوف لن أذكر إلا ما في البخاري مسلم حتى ما يأتي إنسان يخدع الناس ضعيف صحيح. أخرج البخاري مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم بأمته قال لأمته إنكم ستلقون بعدي أثرة، يعني الناس يستأثرونكم على دنياكم، يأخذون دنياكم وأمورا تنكرونها عند معاصي وذنوب. قال فماذا تأمرنا يا رسول الله؟ تصور أن النبي سلم هو الناصح، تخيل هذا الناصح الأمين أمام الثوار والعاطفيين والجماعات تدعو لشحن الشعوب. قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم، لاحظ تسألون الله الذي لكم، ما قال قوموا ثوروا مثل ما قال قرضاوي وغيره، ثوروا افعلوا، لا، بالنظر العاطفية ثوروا تشبع حماسك ثر، قوموا بالفتن، لكن بالنظرة الدينية بالنظرة الدنيوية الشاملة اصبر. أذكر بن باز، الله أذكرنا شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله رحمة واسعة، في قصة حصلت بينه بين القرضاوي مراسلات. قال قرضاوي لا يمكن نتنازل اليهود بغرفة، لا يمكن أن يتنازل أحدنا بغرفة له واحدة في بيته. قال الشيخ بن باز والله إذا أنا مضطر أتنازل وأسكن في غرفة أحسن من أسكن خارج البيت في العراء. الدين قائم هكذا بجلب المصالح وتكميلها. أخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى من أمير شيء يكرهه فليصبر فإن من فارق الجماعة مات ميتة جاهلية. أخرج الإمام مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نزع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له. أخرج البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة. أخرج الإمام مسلم عن عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا من ولي عليه وال، لاحظ هذا الحديث جمع بين أمرين بل أكثر من أمر، ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله عند معاصي فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي معصية الله. هذا جواب على شطر من السؤال، المعاصي نكرهها، وفي المقابل ولا ينزعن يدا من طاعة. وأخرج الإمام مسلم عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسمع وتطيع للأمير وإن جلد ظهرك وأخذ مالك. تصور إلى هذه الدرجة، نعم إلى هذه الدرجة، يظلم 10، 20، 1000، 2000 في مقابل حفظ المجتمع والمجتمع. لذلك إذا رأينا المنكرات من الحكام يجب أولا أن ننكرها بقلوبنا، ثانيا أن نحذر الناس بالتي هي أحسن من فعلها. لنا خطابان، خطاب مع الحاكم وخطاب مع المجتمع، أيها الناس لا تحضروا هذه المنكرات، اتقوا الله. وفي الوقت نفسه نجمع القلوب على الحاكم، نجمع الناس على الحاكم حتى نحقق مصلحتين شرعيتين، الأولى كره المعصية وتركها، الأولى كره المعصية وتركها، والثاني ألا تغر الصدور على الحكام لما فيها من فاسد الدينية والدنيوية. ثم الحاكم لنا طريقة خاصة في الإنكار عليه. أخرج الإمام مسلم من حديث أبي رقية تميم بن أوس الداري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين نصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم. قال ابن أبي عاصم في كتاب السنة ذكر مفاده، أتى بالحديث ثم أورد حديثا بعده وما رواه أحمد وابن أبي عاصم في كتاب السنة من حديث عياض بن غنم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان عنده نصيحة لذي سلطان فليأخذه بيدي وليقل به فإن استجاب منه فذاك وإلا فقد أدى الذي عليه.
لاحظ كأنه يقول إنه لما أفرد الحاكم بنصيحة مستقلة، ما صفة هذه النصيحة؟ أن تكون ليست علانية أمام الناس من وراءه، وإنما أمامه بالتي أحسن للتي أقوى. من استجاب فالحمد لله، إن لم يستجب فقد أديت الذي عليك. روى ابن أبي شيبة عن سعيد بن جبير أنه قال ابن عباس: ألا أقوم إلى هذا السلطان فأمره بالمعروف وأنهى عن المنكر؟ قال: إن كان ولا بد ففيما بينك وبينه. وفي الصحيحين قيل لأسامة بن زيد: ألا تقوم إلى عثمان وتنصحه؟ قال: إني لو أكلم فيما بيني وبينه أتريدون أن أكون مفتتح باب ضلالة؟ والأحاديث كثيرة. قال روى ابن شيبة عن عبد الله بن عكيم قال: والله لا أعين على دم خليفة بعد اليوم. قالوا: أوعنت على دم عثمان؟ قال: إني لا أعد ذكر مساوئه إني لا أعد ذكر مساوئه إعانة على دمه. فنشر هذا بين الناس يغر الصدور. صحيح. طيب إذا الناس انشحنت صارت الثورات، صارت الثورات جاء منكر أشد. يقول شيخ الإسلام بعض المواضع: من يدعو إلى إزاء المنكرات هذه منكر أشد كالذي يبني قصرا ويهدم مصرا. بالله عليك، أنا في قارب، في باخرة كبيرة، وفي طرف من هذه الباخرة يوجد محرمات، شرب خمر، أي محرم، أخرق الباخرة نغرق جميعا أو أنني أجتهد بالتي أحسن؟ إن استجيب الحمد لله، ما استجيب ننجو جميعا. صحيح. أزيل هذا لأجل هذا المنكر، أغرق المسلمين أجمعين الذين هم معي؟ كلا والله. لذا الدين قام بهذه الطريقة. صحيح. نكره ونناصح سرا ونجمع الناس عليه حتى نلقى الله سبحانه وتعالى. سنت شيخ، بس كان يعني صار في لغط يعني عن تصريح لك عن تحريم الخروج عن ولاة الأمر، حتى لو خرج على الهواء مباشرة يزني ويشرب الخمر لمدة نص ساعة يوميا، صار لغط كبير حول هذه النقطة، شنو ردك عليها؟ لا، الرد عليه كالتالي: هذا الكلام علميا شرعيا لا ينازع فيه عالم سلفي لا ابن باز، وأنا مدان بهذا، لا ينازع فيه لا ابن باز ولا بعثيمين ولا الألباني ولا شيخنا علامة صالح الفوزان ولا أحد من علماء السنة، لا ينازعون فيه البتة. علماء السنة متواردون على هذا. بل تدري، أنا أسألك: أيهما أشد، أن يزن الحاكم إلى آخره أو القول بخلق القرآن؟ طبعا القول بخلق القرآن أشد، لأنه كفر، ومع ذلك قاموا بهذا المعتقد معه بالصبر على جوره وعدم تهيج الناس عليه. فإذا هذه عقيدة، هذا أولا. ثانيا، أدلة الشرع ذكرت قبل قليل كلها تدل على هذا وزيادة. قال: تسمع وتطيع وإن جلد ظهرك وأخذ مالك. ثالثا، ذكر شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى مسجلات موجودة في اليوتيوب وغيرها، قال: لو كنت في جهاد والحاكم يزني كل يوم مومسة في خيمة، يجب أن تجاهد معه. هذا كلام الشيخ ابن عثيمين بصوته. بل قال: ولو كان يزني ويلوط. هذا الكلام لا ينازع فيه عالم سني. صحيح أن العواطف لا تقبله، لأن الدين قائم على مخالفة العواطف والشهوات. لذا من الكلمات الجميلة شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى أنه يقول: والعواطف إذا خالفت الشرع صارت عواصف هوى. أسأل الله أن يعافينا وإياكم. وأخيرا، أنا أقول هنا وقلت قبل: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما ذكرت هذا المثال، لا لأنه خطأ في نفسي، لأن هناك من يتربص بأهل السنة وينفر الناس منهم. فأنا عن نفسي لو استطعت أني أسحب هذا المثال سحبته وأتراجع عنه، بحيث أني أرجع عنه ويرجع، يعني يسحب هذا المثال، فعلت. لا لأنه خطأ شرعا، وقلت لك لا ينازع في هذا عالم من علماء السنة، لكن لأن هناك من يتربص الدوائر، هناك من هو قائم على تهيج الشعوب، فأي معارضة له يحاول أن يسقط مثل هذا. على التوضيح، بس يقول لك يعني هل المطلوب من المسلمين اليوم الوقوف مع ولاة الأمر حتى لو كانوا مخطئين في كل الظروف؟ وأشرت إلى هناك وجود أعداء للدين، خلينا نحط بين قوسين، من هم أعداء الدين في وقتنا الحالي؟ كثير أعداء الدين، غفر الله لك ولوالديك والسامعين، ما بين كفار كيهود ونصارى ومجوس وغيرهم، ما بين أهل بدع، إما في العبادات والطرق كالصوفية وغيرهم، إما من سبابة الصحابة ومنهم من يصدر درجة الكفر بحسب حاله، ومنهم هذه الجماعات الحزبية الدخيلة على الإسلام، الحزبية كجماعة الإخوان والتحرير والتبليغ اللي تسمى بالأحباب وتسمى بالدعوة إلى غير ذلك.
وجه كوني معداء، بعضهم يقول لست عدوه، فعلا هو في كلامه ليس عدو لكنه عدو من حيث لا يدري. هذا في من يحسن الظن بهم من هذه الجماعات، ومنهم من يدري، لكن يدري أو لا يدري حقيقة حاله هو عدو. مثلا طبيب جالس طبيب يجري لنا عملية، حقيقة العملية ستقتلني، وهو لا يدري يريد علاجي، حقيقة هو الذي قتلني حتى لو ما يدري. فبعض هؤلاء فعلا مغرر به، وبعضهم نعم مغرر وكثير، وفي اعتقادي أن كثيرين مغرر بهم. لما؟ لأنهم تكلموا باسم الدين. روى ابن جرير في تاريخه، تأمل هذا، عن عبد الله بن سبأ اليهودي. عبد الله بن سبأ استطاع أن يقوم بشيء عجيب للغاية، استطاع في العهد الأول، في عهد الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه، في عهد ذي النورين، في عهد رجل هو أفضل الناس في زمانه، استطاع أن يهيج الشعوب على عثمان بن عفان، مع أنهم وجدوا توسع في حصلت الفتوحات في عهد عثمان، صحيح، ما لم تحصل في عهد الخلفاء الأربعة الراشدين. نعم. حصل من الغنى في عهد عثمان ما لم يحصل في عهد الخلفاء الراشدين الأربعة، وإن كان أبو بكر خيرا منه وعمر خيرا منه، لكن هذا الذي فتح الله على يديه رضي الله عنه وارضاه. هذا عثمان بن عفان بهذا الحلم والطيبة والكرم وعز الإسلام، استطاع عبد الله بن سبأ أن يهيج الناس عليه. كيف؟ بقاعدة ذكره هو، روى ابن جرير في تفسيره، المعذرة، روى ابن جرير في تاريخه، عن عبد الله بن سبأ اليهود أنه قال: استميلوا قلوب الناس، اجمعوا الناس عليكم بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، إظهار الدين والغير عليه، وإظهار عيوب أمرائكم. بهذه الخطين باسم الدين، لأن الناس محبون لدين الله، كل مسلم يحب دين الله وعنده عاطفة دينية ولله الحمد، ويتفاوتون في القيام بالدين كما قال الله: فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مهتد، ومنهم سابق بالخيرات. فيتفاوت المسلمون في القيام بدين الله، لكن الجامع لهم أنه يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويحب دين الله، فجاءهم من هذه الجهة. فهذه الجماعات استطاعت أن تخدع كثيرا من شبابنا. لذا أبشرك وبشر المستمعين أن هذه الجماعة اليوم، وتحديدا جماعة أخوان المسلمين ومثلها جماعة التبليغ، هاتان الجماعتان اليوم ليست هي كما كانت قبل. أما جماعة أخوان المسلمين فهم في ضعف في جمع الشعبية، صحيح رجعوا رتبوا صفوفهم بطريقة أخرى لأنهم سياسيون ودخلوا في الحكومات وأخرجوا وجها آخر كما هي عادتهم، لكن بالنسبة للجماهيرية لا، قد من الله بضعفوا جماعة، ضعفوا، لا زال لهم قوة لكن ضعفوا عن ذي قبل. شف فضل الله علينا، وصل الله أن يعز الدولة السعودية بالتوحيد والسنة. آمين. وجميع دول المسلمين. آمين. لما صنفت في عهد الملك عبد الله، أسأل الله أن يغفر له ويرحمه جميع المسلمين يا رب العالمين، لما صنفت بأنها جماعة إرهابية، هذه خطوة أولى قوية جدا، بحيث أن عندنا في السعودية ما عاد يستطيع أحد أن يتكلم باسمهم ويصرح باسم الجماعة، هذا تأخر. ثم أتى الله بعهد الملك سلمان وابنه ولي العهد محمد سلمان، أسأل الله أن يوفقهما وأن يعز بهم دينه، واجهوهم بقوة، بدأت المواجهة بقوة العملية، فأكبتوهم وولوا ولاية، وولوا أناس فضلاء على الولايات الشرعية، من أبرزهم معالي الشيخ عبد الطيف آل الشيخ وزارة الشؤون الإسلامية وآخرين، ولي هؤلاء فقاموا بدور عظيم في نشر السنة وكبتهم. فهم ضعفوا، تأخروا، رجعوا للوراء، ترى صاروا لا يفكرون في كثرة الجمهورية، وأصبحوا مشتتين شيخ، هذا جهة والجهة الثانية، لكنهم لا زالوا أقوياء، هم أقوياء لا زال لهم ترتيب. لكن أبشرك والله أني واثق بالله فضله سبحانه وتعالى، ثم بفعل ولاتنا وعلمائنا، أنهم بإذن الله سيكسرون غير بعيد بقوة الله القوي العزيز، بخط بشرط أن يستمروا على هذا وأن يزيدوا في تمكين أهل السنة، لأن هي معادلة، إذا مكنتها الحق ضعفها الباطل. يعني صدقني يا أستاذ محمد، لا يمكن، وأنا ذكرت هذا في بعض اللقاءات الإعلامية، لا يمكن ثم لا يمكن ثم لا يمكن أن أواجه الزحف الإخواني الذي ظهر باسم الدين وكسب الناس باسم الدين، أن أواجهه بزحف ليبرالي أو علماني أو شهواني، لأن الناس ستكون قسمة ثنائية، تريد الدين اذهب مع الإخوان، تريد الشهوات ومعارضة الدين اذهب مع الليبراليين. راح نتكلم على شيخ، بس أكمل هالجزئية، لابد أن يبرز أهل الحق، أهل السنة، أهل التوحيد والسنة، يبرز السلفيون، السلفية قامت على الدولة التوحيد والسنة السعودية، تبرز وتنشر
بحيث أصبح بديل ديني قوي وهو الأصل. يعني الدولة دولتهم ودخلوا، فلا بد أن يرجع في إبرازهم، والحمد لله هم بارزون، لكن نرجو المزيد. بس دكتور لم تطرق قبل ما أدش على محور الإخوان، دائما تهاجم وتشكك في دور الوهابية في المملكة العربية المتحدة، دعوة محمد بن عبد الوهاب يسمونها الوهابية. ليش الهجوم الدائما عليها؟ البعض يرى أنها جددت الدين، حاربت الأصنام، حاربت البدع اللي كانت في الجزيرة العربية، إلا دائما الهجوم عليها، شو الأسباب؟ أسباب كثيرة طبعا. تعرف لا يزال الصراع بين الحق والباطل، وإمام أهل الباطل الشيطان الرجيم، وجنده متنوعون ومختلفون، شيء باسم الدين، شيء باسم الدين، شيء باسم الدنيا إلى آخره. فأهل البدع من التصوف وغيره من أشد من واجه دعوة الشيخ محمد الوهاب في أزمان متأخرة جهتان. الجهة الأولى الكفر، ترأسهم إنجليز، البريطانيون والاستعمار الإنجليزي له خطة ماكرة في الغزو وتشويه سمعة الشيخ محمد الشيخ الإسلام محمد الوهاب. والثاني الأتراك، أنا لا أعني طبعا الأتراك كشعب، الشعب طيب، أسأل الله أن يوفقه ويسدده. الإمبراطورية العثمانية، العثمانية هاجموها. لذلك سمعت مرة الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه تعالى يقول الذي أحدث كلمة الوهابية العثمانيون، العثمانيين، العثمانيون اللي هي الدولة العثمانية. لا أتكلم أنا أؤكد أي كلام لي، أنا لا أتكلم عن الشعوب، الشعوب الشعب السعودي، الشعب الكويتي، التركي، الشرقي، الغربي من المسلمين متفاوتون في صلاحهم. نتكلم عن سياسة الإمبراطورية العثمانية، السياسة العامة يعني السياسة للدولة. العثمانيون هم الذين ألصقوا هذه التهمة واجتهدوا في إلصاقها، يريدون إضعافها بكل قوة. وإلا من وإلا ها لا دعوة الشيخ محمد الوهاب لها 300 سنة وهي قائمة على نشر الدين، لا لا لم يعرف لا تفجير ولا تكفير ولا غير ذلك. والله ما عرف من علماء التوحيد والسنة في السعودية إلا نشر التوحيد والسنة والخير والرحمة في العالم شرقا وغربا. متى عرف هذا؟ لما جاءت ثورة الخميني والتف حول من التف، وممن التف حوله وناصر الإخوان المسلمين كما هو معلوم. صحيح. بدأت التفجيرات في الحرام، وبدأت المشاكل العظيمة في الكويت، في السعودية، في دول الخليج، في غيرها من دول العالم الإسلامي. وإلا دعوة الشيخ محمد الوهاب لها 300 سنة، والدول السعودية قائمة عليها من 300 سنة، ما رأينا منها إلا الخير، والتاريخ بين أيدينا. وأنا مو أنا، العلماء كلهم من علماء السنة يتحدون أي أحد أن يثبت شيئا باطلا في دين الله على دعوة الشيخ الإسلام محمد الوهاب رحمه الله تعالى. وهذه الكتب بين أيدينا. أنا أستطيع، يستطيع أحد أن يرمي علي حجارة من بعيد، يستطيع أن يرمي على الناس من حجارة وهو مختفي، لكن إذا حصلت المحاقة وإحجاج وبيان الحجج والبراهين وتحقق الأمور يتبين الحق من الباطل. كل يدعي دعوة وكل يستطيع أن يقول ما يقول، لكن هاتوا، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أين البرهان على أن دعوة الشيخ محمد الوهاب تدعو للتكفير أو التفجير إلى غير ذلك مما حرم الله سبحانه وتعالى وحرم رسوله صلى الله عليه وسلم؟ ثم اسمح لي، أليست الدولة السعودية هي القائمة هذه الدعوة؟ بالله عليك يا أستاذ محمد، توجد دولة اليوم تنفق للعالم كله نفقات ومساعدة أكثر من السعودية، ومع ذلك تأبى دول الغرب والكفر والتصوف وسب الصحابة إلا وتمزها بالوهابية. يا ناس اتقوا الله، صندوق الدولي العالم أكثر من ينفق فيه السعودية، ما تأتي نكبة شرقا وغربا إلا أول من يسابق فيها السعودية وولاتها، ثم يفتخرون بذلك يقول نحمد الله اللي من علينا بأن نقوم بهذا الأمر، ثم يأبون إلا بهذه التهم. أسأل الله أن يعافينا وإياكم. بديش على محور الإخوان المسلمين، يمكن أشرت دكتور أن هناك انحراف لمؤسس الإخوان المسلمين حسن البنا في العقيدة، يمكن صار عليها لقط، ليش اتجهت إلى العقيدة؟ أما حسن البنا، أنا ظني لو تقول حسن البنا إنك سلفي لا ترى الخروج على اعتقاد أهل السنة وترى عداء سبابة الصحابة ودول سبابة الصحابة، أظن سيغضب عليك حسن البنا. هو نفسه يقول وكنا نحضر الموالد، وماذا يقول ونقول فيها؟ هذا النبي مع الأحباب قد حضر وسامح الكل فيما قد مضى وجرى. البيت الأول بدعي والثاني شركي، هذا يحكيه جابر رزق في كتابه حسن البنا بأقلام تلاميذه ومحبيه، يذكر عن حسن البنا نفسه أنه كان يحضر هذه الموالد ويردد مثل هذا. حسن البنا تقارب مع سبابة الصحابة، مع الكاشاني، لا إله إلا الله،
تكفير أبي بكر وعمر فرع لا يلتفت إليه، دعاء علي رضي الله عنه والحسين والحسن رضي الله عنهما من دون الله فرع فروع لا يلتفت إليها، إلى غير ذلك. فالمقصود أن حسن البنا نفسه على عقيدة ضالة، لذلك يقول عن نفسه في مذكراته: وقد بايعت على الطريقة الحصافية، الصوفية المعروفة التي أقل أحوالها بدعة إن لم تكن شركا، فهو يعترف أنه بايع على طريقة صوفية. ويقول أبو الحسن الندوي: وقد استمر حسن البنا على الأذكار الصوفية حتى موته. هذا رد على من يقول إنه تراجع. ثم حسن البنا تكفيري من الطراز الأول، فهو يقول: من لم يكن على مبادئنا فليس منا، بل يقول: نحن المسلمون دون غيرنا. بالله عليك تتخيل الآن أمامك، تخيل أني قلت نحن السلفيون المسلمون دون غيرنا، افترض أني قلت مثل هذا، ماذا تتوقع يكون؟ التكفيريون الذي فيهم هذا إمام، هذا اللي تسمونه إماما وشهيدا وتعظمونه وتقدسونه، يردد مثل هذه الكلمات. جزاك الله خير شيخ. السؤال يمكن اللي يلاحظ الكثير ناقشهم فيه مع الأخوان المسلمين، هو دائما الأخوان المسلمين يعظمون قدرات ملالي إيران، الحرس الثوري الإيراني، دائما تلقاهم في مواقعهم: نحن يملكون من الصواريخ اللي قادرة على ضرب المملكة. يعني يفتخرون، يعني لا يفتخرون بقدرات المملكة العربية السعودية والدول العربية كمصر والدول بل يتعاظمون بما تملكه إيران. شنو سبب التعظيم دائما الإخوان يتجهون إلى هالنقطة؟ وظن أن الأسباب كثيرة، لكن أذكر شيئا على العجالة. تفضل. أولا لابد أن يعلم إخواننا المستمعون رجالا ونساء أن الإخوان صنيعة الإنجليز، وهم ماسونية. أما وجه كونهم صنيعة الإنجليز، هذا حسن البنا تلميذ محمد عبده، ومحمد عبده تلميذ جمال الدين أفغاني. جمال الدين أفغاني ثبت بالوثائق المطبوعة وصورته يبايع في الماسونية، فهو ماسون من الطراز الأول. لذلك دخوله مصر غريب، ثم تسلقه إلى أعلى المراتب شيء أغرب. فلذلك الإخوان مدعومون بقوة، وراءهم الإنجليز. ثم فإذا تأملت مثل هذا جهة، الجهة الثانية هم ماسونيون. تدري من يقول هذا؟ يقول محمد الغزالي أحد رجالة الإخوان، يقول عن عمر الهضيبي، عن حسن الهضيبي، يقول هو ماسوني. حسن الهضيبي مرشد ثاني الإخوان المسلمين. إذا هذا الغزالي يقول عن حسن الهضيبي: غزالي منكم وإليكم، هذه بضاعتكم ردت إليكم، وشاهد شاهد من أهلها، ثم اعترف على سيد قطب أنه ماسوني، وسيد قطب له مقال كيف لماذا صرت ماسونيا أو نحو هذا. فإذا كان هذا واقعهم، إذا لاحظ أمرين: الداعم لهم الإنجليز، ثانيا هم ماسونيون. وأنت تعرف الماسونية منظمة يهودية سرية قائمة لإضعاف كل الأمم إلا اليهود. فإذا كان إذا تنبهت إلى هذين الأمرين، إذا يجتمع الهدف الإخواني مع الهدف الإيراني مع الهدف الأمريكي والإنجليزي إلى آخره. بعض الناس يستغرب أن تقول أن الإخوان مع الأمريكان والإنجليز. الذي لا يزال يستغرب أدعوه أن يسترخي قليلا، ويسترجع الذاكرة أيضا قليلا، وينظر إلى كل خلال 10 سنوات و20 سنة مضت كل مشروع دخل الإخوان نتيجة من الذي استفاد من هذا المشروع. على سبيل المثال الثورات وما يسمى بالثورات التي كانت قبل 20 سنة اللي تسمى الربيع العربي، من المستفيد؟ فقط الغرب والأمريكان. من المستفيد من هذا المشروع؟ لذلك الذي لا يزال شاكا في التعاون الإخواني ينظر لثمارها، وكما قيل: من ثمارهم عرفناهم. فبثمار الشيء، والله يقول: بلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، فالطيب يخرج الطيب، ينظر إلى ثماره. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: إذا شككت في أمر وترددت فيه فانظر إلى ثماره ونتائجه، فبثماره تعرفه. وصدق رحمه الله تعالى. بثمار دعوة الإخوان المسلمين نتيجتها إضعاف الدول الإسلامية، لا سيما الدول السنية، تمكين الرفض، تمكين إخوان رفض حكومة أردوغان، والمستفيد من ذلك دول الغرب من أمريكا وغيرها. إذن يا ناس اتقوا الله وانظر إلى الثمار. من لا يزال شاكا فليعد النظر، أعطاك الله عقلا وبصيرة لتبصر. لا تكن عاطفيا، لا تكن حماسيا،
لا تخدع بالكلمات البراقة، كل ينادي بها، نادى بها عبد الله بن سبأ قبل، والنتيجة خرجوا على عثمان وقتلوه ويقرأ كتاب الله رضي الله عنه وأرضاه. نعم. شيخ، يمكن لحظة وفاة رئيس مصر السابق محمد مرسي، محمد مرسي، الغريب أنا ما أتكلم على وفاته، لكن أتكلم أنه شبه كأنه، يعني البعض من أعضاء الإخوان شبهوه كأنه نبي، هل يجوز تشبيهه بنبي؟ يا شيخ أنت تسأل عن مثل هذا؟ يعني نسأل على أساس كثير من الناس البسطاء يسألون. يعني نبهك أذكر لك شبهوها، ما في هذا مشكلة. يقسم بالله إخواني مجنون وكلهم مجانين إلا من رحم الله، يقسم بالله أنه سيرجع، يقول كما رجع موسى سيرجع. أنا الآن ما أدري هذا إيش فعل، كفر أو ما كفر، أو ما صدق أنها مات، هل كفر عن يمين هذا ولم يكفر؟ والثاني جعله درجة النبوة. بعدين لو كانوا منصفين، وقلت لك أن منهم مخدوع لكن منهم أنا مجرم، فالله يقول سبحانه في بني آدم سبب ضلالهم إنه كان ظلوما جهولا، أي ضلال بني آدم يرجع الأمرين للظلم أي التعمد، والجهل أي عدم المعرفة. قال ابن تيمية في كتاب بيان تلبيس الجهمية وبالقيم مدارج السالكين، وأكثر ضلال بني آدم ليس بسبب الجهل. بعض الناس يتوقع أن أكثر ضلال الناس بالجهل، لا لا، أكثر ضلال الناس بأن عرفوا الحق وتركوه لأسباب كثيرة من الكبر والتعصب إلى غير ذلك. والدليل لو قرأت أوائل سورة البقرة وقصة بني إسرائيل وكيف أن الله أراهم البينات على يد موسى عليه السلام ومصرون على الباطل. فالمقصود أن من الإخوان من هو كذا ومنهم هو كذا كغيرهم، منهم من خدع ومنهم من يدري ولا يزال مصرا. والله وتالله وبالله وسأحاسب على هذه الكلمة، لو أن ضلالات مرسي وهو أقبل على ربه فعلها أحد حكام الخليج لأحرقوه ليل نهار. يا رجل لما يعني يذكر له يعني عجائب مع المغنين والمغنيات، تسهيل أمورهم وحانات القمور إلى غير ذلك. لما سئل عن عقيدة المصريين والنصارى قال عقيدة كلها واحدة، هذا بإجماع المسلمين كفر، لأن تكذيب القرآن. إنسان يقول إن الله ثالث ثلاثة، مثل إنسان يقول لا أعبد إلا الله واحد لا إله إلا هو، ومع ذلك أنا لا أكفر مرسي، لكن أتكلم عن الكلام والقول دون الشخص. وإن كان أحدهم وممن عظمه الإخوانيون عندنا بالسعودية من كفر مرسي مثل العلوان، سليمان علوان، لكن أنا ثم تراجع ثم صار في حي صبيس. فالمقصود يريد أصل إليه إلى أن هذا الكلام لو نطق به أحد حكام الخليج لرأيت شيئا عجبا، بل لو نطق حكام السعودية بعشر عشر عشر ذلك لا قاموا الدنيا ولم يقعدوها. فالقوم قوم بهت، ويؤسفني أن منهم من هو مخدوع، أعجب كيف لا يزال مخدوعا، لكن إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قصص. يعني خلينا نتكلم دائما الإخوان المسلمين حاليا منذ أعلنت المملكة العربية السعودية أنها جماعة إرهابية، حملة إعلامية نشطة جدا ضد حكام المملكة وعلى الشعب السعودي، ودائما يحاولون إثارة القلاقل داخل المملكة، والدعوة في السابق إلى الثورة يوم الجمعة، أصبحت الجمعة بدلا تكون صلاة أصبحت هي للثورة والانقلابات. لماذا المملكة بالذات مستهدفة مقبلة؟ أولا لابد تعلم يا أستاذ محمد أن حرب الإخوان على السعودية ليس بعد التصريح، منذ أن خرج الإخوان صارت لهم شوكة وهم يحاربون الدولة السعودية، مع أنه لم يكرمهم أحد مثل الدولة السعودية. آل السعود أسأل الله أن يمتعهم متاعا حسنا وأن يغفر لميتهم ووفق حيهم لكل خير. قد قاموا بخدمة الإخوان، آووهم للدافع الديني وقربوهم، وكاد أن يعلقوا بالمشانق وسعوا بسعي عظيم. ويقول أمير نايف رحمه الله تعالى قد أخذنا عليهم العهود أن يتركوا تحزبهم نكرمهم عندنا ويعملوا عندنا في الجامعات وغيرها، لكن بشرط أن يدعوا تحزبهم وأن يدعوا عملهم السري. قال فوعدوا ولم يوفوا. فالمقصود لم يكرموا أحد مثل السعودية، ولم يسبوا أحدا مثل السعودية. هذا قبل. بعد أولا كان طائفة تسب وطائفة تسكت لأنها تسترزق ولها مصالحها، لكن لما أعلنت السعودية اضطرت السعودية وأعلنت، هذا أمر لا بد منه، فأعلنت أنها جماعة إرهابية كما هي حالهم. وأنا كتبت مقالا أدلة والبراهين على جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، يعني الأدلة أكاد لو تنتهي الحلقة ما لحقنا على باختصار شلون استدللت أنها جماعة إرهابية. يعني أشياء كثيرة، مثلا
أنه لا يوجد مسلمون إلا هم. رجل كحسن البنا يقول لا يوجد مسلمون إلا نحن. يعني أنا أسألك، رجل يكفل المجتمعات مثل حسن البنا أو أصرح من سيد قطب، إذا ما الحكم على المجتمعات؟ أنها مرتدة. يقول على عشماوي وهو مدير مكتب سيد قطب، يكلم ذكر في كتابة تنظيم السرع لإخوة المسلمين، يسأل عن أكل ذبائح هذه ذبائح المسلمين، قال هي بمنزلة ذبائح أهل الكتاب. يعني تصور أنا وأنت ذبائح أهل الكتاب مثل اليهود النصارى صرنا. قال يقول تفاجأت أنه لا يصلي الجمعة. قلت له لماذا لا تصلي الجمعة؟ قال لا لا, لا, لا يمكن يصلي، لا يوجد الآن لمعابد الجاهلية، كيف تود أن يصلي الجمعة؟ مصر التي جمعت من مسلمها العدد الضخم، هذه مصر رسال الله أن يعزها بالتوحيد والسنة وبالأمن والأمان، يجعل مساجدها معابد الجاهلية. بالله عليك هؤلاء منظروهم وقادتهم ورؤساؤهم، إذا ماذا سينظرون للمجتمع؟ ثانيا، اعترف سيد قطب في كتابه لماذا أعدموني، اعترف أنه قد في التحقيق أنه كان يخطط تفجير الكبر الفلاني والمحطة الكهربائية الفلانية والاغتيال فلان وفلان. لذا مما ذكر شيخ العلامة سعد حصي رحمه الله تعالى قال ما يقال أن سيد قطب قيل له اكتب تنازلا قال إن الأصبع التي تشهد لها تأبى، قال هذه كذب لا صحة لها، وأتحدى الإخوان يثبتوها. هم قوم بهت، يقول لا يم، لأن الرجل اعترف على نفسه أنك يخطط التفجيرات، إذا يريدون الاعتذار من ماذا؟ الأمر الثالث، بل قاموا عمليا بقتل رئيس مجلس الوزراء النقراشي وغيره في مصر. فإذا هذا شيء، الشيء كان يرتبه ويدبره حسن البنا عن طريق التنظيم الخاص السري عبد الرحمن سندي، فلما قام بالتفجيرات وأحرج خرج حسن البنا وكفر عبد الرحمن سندي. الأمر الرابع، ذكر عمر التلمساني قال ليت أن عمر الإمام الشهيد طال حتى يرى الثمرة التي بذرها في قلب الحكم على الملك فاروق، لأنه قلبوا على الملك فاروق، والذي كان مدبرا لها هو حسن البنا. يخرج أمامه يا أستاذ محمد يلقي خطبة وكلمة ويكتب مقالا، القرآن والملك فاروق، المصحف والملك فاروق، يمجده ويثني عليه ويحفر له. لذا هذه رسالة جميع المسؤولين، والله إن الإخوان المسلمين أعداؤكم، ولو أثنوا عليكم وتظاهروا بشيء هم أهل كذب كذب وبهت، والسعيد من وعظ بغيره، هذا مؤسسهم حسن البنا ماذا فعل؟ نعم. دائما الإخوان المسلمين ينتشرون ويدخلون ويهتمون في الجامعات المدارس، أن يكونوا معلمين، المساجد يكونوا دعاة، هذه أحد أساليبهم. لماذا اهتموا في الجامعات بالذات؟ هذا واضح للغاية، لأن الجامعات هي ثمرة بذرة بذرت من الروضة، ثم الابتدائي والنبتة تكبر، ثم المتوسطة، طبعا أذكر بالتقسيم اللي عندنا في السعودية، أنا ما أدري عن باقي الدول، ثم الثانوي. وقت نضج هذه الثمرة في الجامعة. لذلك هم تصدق أنهم من الصف المتوسط، بعض الدول يسمون الإعدادي الظاهر، من الصف المتوسط هم يعملون، ثم الثانوي ثم الجامعة. لذا إذا جاء قرارات قوية ضد حلقات تحفيظ القرآن غضبوا غاية الغضب. طبعا هم يحاولون يصوروا أن أهل السنة ضد القرآن، أو أن دولتنا مثلا أو أن وزارة المسلمين عندنا في السعودية، وأنا أسمح لي يكون كلام خاص عن السعودية أحيانا، لا تفضل، لأن يتكلم عن واقع واقع عرفه وباقي الدول تشبهه في الغالب، ويزعمون أنهم أعداء القرآن. والله العظيم أنهم كذبة كما كذبوا في غيره. الدولة السعودية تدعم القرآن والحفاظ إلى آخر، وهذا زوجة الملك سلمان، أسأل الله أن يوفق الملك سلمان، بعد أسبوع في عندنا في جامعة الإمام سترعى حفاظا لكتاب الله من النساء، ما شاء الله. فهم يدعمون الحفاظ، لكن فرق كبير وجوهري بين دعم الحفاظ وحلقات تحفيظ القرآن وبين دعم من يستغل هذه الحلقات في الإفساد. فرق جوهري بين من يدرس القرآن للقرآن وبين من يجعلها أوكارا. لذا من عادم لا أحد، لذا من زعم أن أهل السنة أو الدولة السعودية تعاد القرآن كاذب ويعرف كذبة، يعادون الذين استغلوها أوكارا وجعلوها مفرخة، وكم قبض على جماعة إرهابية وراءها مثل هؤلاء. لذا
يجب أن يعلموا أنهم بجعلهم حلقات تحفيظ القرآن أوكارا لحزبهم أعداء الحلقات، لأنهم سيكون سبب لإغلاقها، مع أن الدولة ولله الحمد أجل من هذا، والدولة تمشي بخط مستقيم بتعزيز القرآن ومحاولة إبعاد متسلطهم على شبابنا، وهذا الواجب. الواجب أن تبث الحلقات في كل بر وبيت وتنشر في المجتمع كله في المدن والقرى، لكن تحفظ من الذين يريدون يستغلوا هذه الحلقات في أن تكون أوكارا لإفساد الشباب. ممتاز شيخ. بطلع من موضوع الإخوان بروح على موضوع مهم، الكل يتكلم عن الانفتاح واللي حاصل في المملكة العربية السعودية ودول الخليج مزيدا من الانفتاح، هل تؤيد الانفتاح في البلاد الإسلامية أم تدعو إلى الالتزام، خلينا نقول الليبراليين يسمونه هم يبون انفتاح كامل، البعض يرى يبون انفتاح وفق يعني ضوابط معينة، شنو رأيك؟ أما الانفتاح لفظة مجملة، أن ننفتح بالضوابط الشرعية، أن نتحضر، أن نتقدم، أن نسبق الدنيا، أن نسبق الدنيا كلها في كل خير من أمر الدنيا والدين، هذا مطلب شرعي. أتمنى أن نرى السعودية ودول الخليج والعالم الإسلامي في المقدمة، كما هو من كلمات الأمير محمد سلمان صلى الله عليه وسلم بالتوحيد والسنة وفقه لنصرة دينه، لما قال يعني يذكر الشرق الأوسط يكون أوروبا يعني في تقدمه، فنتمنى أن يكون متقدمين دينيا ودنيويا. فانفتاح لفظة مجملة، إن كان هذا المراد فهذا مطلب، والترفيه أيضا إذا كان المراد والله إدخال السرعة الناس وإسعادهم هذا أيضا مطلب، لكن فرق بين مثل هذا وبين أن توضع محرمات تغضب الله سبحانه من التبرج والسفور والغناء والاختلاط والأشياء المسخطة، فرق بين هذه وهذه. واجبنا الشرعي أولا نحسن الظن بولاتنا، ولاتنا يا أستاذ محمد ليسوا وليد اليوم، هم حكام 300 سنة يتوارثون الحكم وهم أهل غير على الدين، والله وقد يستغرب بعض الناس، وأنا سأسأل أمام الله، والذي رفع السماء ما أخذت منهم ريالا، والذي رفع السماء غير وظيفتي في الجامعة الآن مثل غيري، والله يا شيخ هم أهل دين، ومن الحفظ الدين هالقرون الثلاث بعد الله إلا هم بدعمهم لعلمائنا، وعلماؤنا لولا دعمهم بعد الله ما استطعنا فعل شيء علماؤنا، والدين عز السنة في السعودية، عز للسنة في العالم كله، فلذلك لهم فضل عظيم على العالم على الناس في هذه القرون متأخر في عز التوحيد والسنة، فهم ليسوا أعداء للدين، وليزعم هذا كاذب وسيحاسب الله. كيف أعداء للدين؟ وأقرب مثال هم يرددون العقيدة، وأن كل شيء، أنا مرة كنا في مجلس وكان فيه الأمير محمد سلمان يناقش إعلاميين، وكان مجلس يعني ليس مفتوح لك، ليس خاصا بي، مجلس عام في طلبة علم وفي إعلاميين، وكان يتباحثون معه بعض الليبراليين وأمثالهم، كان كل يطرح بطرحيك ويتناقشون ويدرون. المهم قال هناك خطان لا تتجاوزونهما، الأول الدين ثم الوطن. فالمقصود أن لكن توجد أخطاء، يوجد أخطاء لابد أن نفرق بين أشياء. الشيء لو وجود المنكرات مو معناها أن الليبراني غلبوا، لا والله يخسون ويعقبون، خاصة في السعودية هم أبعد الناس من يغلب، لكن وجود الشهوات مو بدليل غلبوا. وجود الشهوات قد تكون لأسباب، قد يكون الأمر معذورا، قد ما يكون معذورا، كله سيحاسبه الله عز وجل، لكن يجب علينا أن ننكر هذه بالطريقة الشرعية، ألا نغرس صدور على الأمر وأن نجمع الناس على ولي الأمر وأن نبغضهم لحضور هذه المنكرات بالتي هي أحسن التي هي أقوم، معذرة إلى ربكم ليس عليك هداهم إن عليك إلا البلاغ بالتي هي أحسن، نكلم ولاة الأمر، نراسلهم، نكلم العلماء يكلمونهم، وقد يكون لهم عذر نحن لا ندري. مرة ذكر الشوكاني كلمة عجيبة في رفع الأساطين عن حكم الدخول على السلاطين، قال وأنا حين نسيت هل هي قصة افتراضية أو واقعية، يقول حكم حاكم على رجل بالقتل، فشفع أحد العلماء لهذا الحاكم ألا يقتله، والرجل مظلوم، فألح على هذا الحاكم، فقال الحاكم لن أقتله بشرط أن تضربه 100 صوت أنت، فذهب العالم وضرب هذا الرجل 100 صوت. قال فخرج الناس يرفعون أكفهم يدعون على هذا العالم، ولو علموا حقيقة الأمر لا دعوا له ولا عليه. نحن لا ندري والله ما الضغوط تمر بحكامنا. أنا يا أخي محمد أعرفك أو تعرفنا أو نعرف زيدا من الناس، نعرف طيبا غير على الدين، ثم فجأة تغيرت الأمور، قد يكون له عذر إحنا ما ندري، لكن أنا لا يهمني هذا، يهمني دنيويا فيما أرى أن منكر يجب أن ينكر وأن هذا خطأ، لكن أيضا ما جعل النظرة السوداوية لبلادنا وحكامنا حتى قامت توغر صدور الناس على عولاتنا، لا حننيك حننيك،
هؤلاء حكام التوحيد والسنة، هؤلاء رافعوا راية التوحيد والسنة، لولا الله ثم هم ما رأينا عزة للتوحيد والسنة. الخطأ موجود في الحاكم والمحكوم، لكن الخطأ ينكر ويبين خطأ ولا يرضى به بالتي هي أحسن التي أقوم، لكن احسن الظن وارفق بهم. أقصى ما يقال حاكم عنده معاصي، قد أخبرك نبيك صلى الله عليه وسلم بالموقف الشرعي منه. أما صلاحه توغر الصدور الآن، الآن استطاع الإخوانيون ومن خدع من الطيبين أن يجعلوا النظر للشعب السعودي أسوأ شعب في العالم. والله العظيم الذي ينزل الوحي، أنا ما أقول والله الذي لا إله إلا أني سعودي، أقسم بالله الذي رفع السماء، وإنما أحكي واقعا. شعب تربى على التوحيد من نعومة أظفاره، من الصف الأول ابتدائي وعلى السنة ويدرس الدين أكثر ما يدرس الدين في الصف الابتدائي، يدرس مواد عموما الدين، ويستمر معي إلى الصف الثالث ثانوي غير الشرعي يدرس خمس مواد دين. لاحظ، خمس مواد دين. رجل يقول يا ناس أنا سأتخصص غير شرعي، بذهب طبيبا أو مهندسا، يقال مع ذلك لا بد تدرس خمس مواد دين، يدرس حديث، توحيد، قرآن، تفسير، ونسيت الخامسة. خمس مواد دين لابد أن يدرسها الطالب أو لا يتجاوز. كان في السنين الماضية نجاح الطالب من 50 درجة، قالوا جميع المواد من 40، يعني 40 من 100 إلا الدين واللغة العربية 50 من 100. صح. فالمقصود يريد أصل إلى ماذا؟ ويريد أصل فجأة تغيرت الأمور، قد يكون معذورا. وهذا الشعب والله شعب طيب، والذي ترونه في الإعلام ويحاول يضخم من الأخوان من أجنة ويركزون على بعض السنة. على بعض ما نظر الصفة، والله الناس ما يحبون المنكرات، والدولة تعرف أن الناس لا يحبون الفساد، لكن قد يكون فعل لسبب أو لغير سبب. المهم الذي يهمني أنه خطأ يجب أن ينكر، لكن بالتي أحسن التي أقوم، وألا تغر صدع ولاة الأمر، ولا يظهر صورة الشعب السعودي أن الشعب سوداوي فسد، وأن يكون إنسان رويدا رويدا. وإن شاء الله، وأنا أبشر الناس وعندي ظن بالله الكريم ثم بولاتنا وما تعرف من سيرتهم الطيبة ثم بعلمائنا، إن شاء الله يا أخي محمد سنجتمع في هذه القناة بإذن الله ونتباشر، وأن هذا الذي نراه مما يؤلم أنه انتهى بحول الله وقوته. إن شاء الله إلى الأفضل إن شاء الله يا دكتور. دكتور، على أساس الوقت قاعد يمر معك بسرعة، الإعلام الشيخ صالح الفوزان يتعرض لهجوم ليبرالي دائم، يعني الهجوم من البعض، البعض يراها أنها انتقاد، لكن الطرف الثاني يعتبرها أنه تهجم ولا يجوز، شنو تعليقك؟ لا أنا صح المعلومة أو أكون أدق، يواجه هجوما ليبراليا إخوانيا. إخوانيا. إيه نعم، لأن الليبراليين والإخوانيين وجهان لعملة واحدة. ترى بيختلفون. يجتمعون. يختلفون. لا أنا أتكلم حيث الجمهور، هم يختلفون. إيه. هم يختلفون في الآلة. راح يزعلون منك هذا. إيه. ما أبشرك ما طلبت رضاهم. فهم يختلفون. هم يختلفون في ماذا؟ يختلفون في الطريق، لكن الوصول هدف واحد. مثلاً كلاهما يدعوان للثورة، كلاهما يناطحان الدولة الملكية، فهم فعلا خط، وكلاهما اعداء للدعوه السلفيه. فالمقصود لا اريد ان اطيل في مثله، لكن عداءهم للشيخ صالح الفوزان لان رمز السنه والسلفيه اليوم، هو امامنا، هو شيخ الاسلام هذا الزمن. فرجل ثابت، والله مما لفت نظري قبل اشهر رايت صوره له وهو شاب، واحد الناس اخرجها بطريقه قال هذه صوره الشيخ صالح الفوزان شابا وصورته شيخا كبيرا، خطه واحد لم يتغير، لحيته سوداء ثم أصبحت بيضاء، هو صالح الفوزان. هذا الحركيون يصبحون على خط ويمسون على خط آخر، وهذا والله أعلم مصداق قوله تعالى في من تمسك بهذا الهدى أصلها ثابت، ثابت فرع في السماء، أهل الحق ثابتون. روى ابن عبد البر وغيره قال حذيفة رضي الله عنه إياك والتلوم في الدين فإن دين الله واحد. فهم ثابتون. لماذا؟ لأنها ليست اجتهادات عقلية اليوم تستحسن شيئا وغدا تستقبحه، وإنما ثبات بالتمسك بالكتاب والسنة. فلذلك الشيخ صالح الفوزان رمز للسنة والسلفية. لا تستغرب أن يعاديه الليبراليون، العلمانيون، الإخوانيون، التبليغيون إلى آخره، وأن يكذبوا عليه. رجل ناصر للسنة، والله يقول وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. وجه الدلالة أن كما يوجد الأنبياء أعداء لأنهم على الحق، كذلك أتباع الأنبياء لهم أعداء لأنهم على الحق، وهكذا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ممتاز. لكن الواجب أن ننصره، لا لذات الشيخ صالح الفوزان، لا للحمه وشحمه، للمنهج والسنة والتوحيد الذي يقوم به، وألا ندع هؤلاء الليبراليين أو الإخوانيين يتسلطون عليه إما تعريضا أو تصريحا. ثم اسم الانتقاد
كلمة مطاطة يعني نحن نعقول. أنا أقول أنتقد زيدا من الإبراليين وأسب واشتم، إذا قال قلت له انتقاد، لا الانتقاد لا أحد يقول فوزان معصوم، وكل طلاب العلم في الدروس تارة يوافقون في مسائل الفقهية وتارة يخالفون، لأن المسائل الاجتهادية الفقهية، أما العقدية إجماعية من حيث الجملة إجماعية، فهم متفقون معه. ممتاز شيخ. للأسف جاءت فترة من يشكك في، يعني هذا الموضوع ضايقني جدا، يعني في التشكيك في أحاديث اللي رواها البخاري جدا، وانتشرت وهناك مقاطع وهناك من البعض طلع وشكك في بعض الأحاديث وأظهر بعض الحديث. عرفنا هذا الموضوع كبير جدا يعني ورده، لكن باختصار شلون ترد على هالنقاط؟ والله أنا أظن الموضوع صغير جدا، صغير وسهل جدا. شلون سهل؟ بس وحماقتهم وحماقتهم تبين في دقيقة لا 10 دقائق. يعني أضربك مثالا باب التقريب، لنفرض أن هناك بناء ضخما جميلا بناه رجل من 700 سنة، ويتعاقب المهندسون ذو المعرفة بالبناء وتميزه، وهم معجبون بهذا البناء، أهل التخصص معجبون بهذا البناء، ويكتبون رسائل كثيرة في الثناء على مزايا هذا البناء، كل يشيد بشيء. قد يقول والله لو اللون الأحمر هنا أحسن، ممكن في جزئيات، لكن البناء يشيد، متفقون متفقة أهل التخصص من 1000 سنة على الثناء على هذا البناء. ثم يأتيني أحمق أو من لا يدري أنه أحمق، أولا ليس متخصصا، ثانيا كلام عائم بلا بينة ولا برهان، ثم ينتقد هذا البناء، كل سيضحك عليه. هذا واقع صحيح البخاري. صحيح البخاري الكلام عليه علميا يطول وينفع له التخصص، أما من هذه الجهة العاقل، هذا كتاب له 1000 سنة تقريبا، لا أكثر من 1000 سنة، 1100 وزيادة، يتعاقب المتخصصون وهم منبهرون من دقة المؤلف، وكتبوا وشرحوا وبينوا وأشادوا. ثم يأتينا رجل لو تقول اقرأ، رجاء خذ صحيح البخاري بيديك، اقرأ حديثا قراءة صحيحة ما استطاع، ثم يقول البخاري ليس معصوما، إذن لا أقبل ما في البخاري. مثل الذي يأتي يقول هذا الذي بنى هذا البناء ليس معصوما، إذن بناؤه ليس جيدا، يقول ليس معصوما شيء والبناء الجيد شيء آخر. ممكن غير المعصوم مو معناه دائما خطأ، يصيب وكثيرا يصيب، لكن قد يخطئ، لكن هذا البناء أصاب فيه بدليل تعاقب أهل التخصص الثناء عليه، ثم تأتي أنت متكئ على ريكتك. لذلك بدع البعض من نفسهم اللي شككوا في البخاري، خلنا نأخذ اللي جاء في القرآن ولا نأخذ ما جاء في الأحاديث. أيضا هذا أحمق، اسمح لي أنا اليوم كثرت عليك أحمق، ما يخالف، لكن هم صراحة أنا أشعر لك إذا قلت لهم أحمق أن يزكيهم، إن هذا ما يتداولون. أنا أعلمك ليش، لأنهم متناقضون. وجه ذلك الذي يقول أنا أخذ القرآن دون السنة، يقال له يا هذا أرجوك أعد النظر إن كنت صادق، أما إذا كنت تريد شيء آخر فالله حسيبك. أمرك الله في القرآن في 40 موضعا تقريبا بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، نبئني ربك يقول اللي القرآن الذي تعظمه يقول ارجع إلى السنة، وأنت تقول لا أرجع إلى السنة، إذا لست صادقا في التمسك بالقرآن. هذا أولا. ثانيا ربنا سبحانه يقول السنة تبين القرآن، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، الذكر الحديث النبوي، لتبين للناس ما نزل إليهم، فأنت تؤمن بالقرآن، إذن واجب عليك أن تؤمن بالسنة. ثالثا القرآن جاء بإجمالات في صفة في الصلاة في الزكاة، سأل هذا كيف يصلي إن كان يصلي، طبعا كيف يصلي، ماذا تقول في الركوع في السجود، كم عدد ركعات الظهر العصر. أذكر مرة قصة طويلة، الشاهد أني جالس مع أحدهم يتكلم في مثل هذا، قلت له كيف تصلي، من أين تعرف أن الظهر 4 ركعات، تدري ماذا قال لي؟ قال عجيب، ليس في القرآن أن الظهر 4 ركعات. قلت الله يخلف عليك، لا قرآن ولا سنة، يعني هذا يدعي إيش؟ يدعي تعظيم السنة القرآن بالطعن في أي شيء في السنة. وقد قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في مرة، والإمام مسلم قال كلمة حق يراد بها باطل، تعظيم القرآن لا للقرآن وإنما للطعن في السنة، وإلا لو كان صادقا في تعظيم القرآن لعظم السنة، القرآن يدعوه إلى تعظيم السنة. نعم. السؤال الأخير شيخ، بطلعك من موضوع الإخوان عاد أنا متحمسين مع الإخوان أساس الوقت خلص ويانا الشيخ، وأنا ذكرني أخي محمد أختم بكلمة إن شاء الله جاينا.
تارك الصلاة. يعني اليوم في تهاون في الصلاة بشكل كبير، خاصة في الأجيال الأخيرة. السؤال المهم فيها بالنسبة، يعني هم يعلمون عقوبة تارك الصلاة، هذا واحد، لكن هي رسالة للأبهات والأمهات اللي يمكن مش من أولوية أن يحث عياله على الصلاة، يحب يدرسهم بأفضل الجامعات، في المدارس يقرؤون كتب إنجليزية، يتثقفون، يأخذون علم التكنولوجيا الحديثة كلها، إلا الاهتمام في الصلاة فهي آخر الأولويات. لما يكبر الله يهديه، شنو الرد على هذا؟ لا طبعا كون يتعلم أردنيات يستفيد منها، أنا لست ضدها ولا أنت ضدها الحمد لله. إحنا مو ضدها، بس هاي أولويات قبل. لكن هذا الأب لم يحرص على مثل هذا إلا محبة لابنه، فيقال يا أيها الأبوان الصادقان في محبة ولدكما، بل لا يوجد مثلكما في الدنيا في محبة الولد من الذكر والأنثى. إذا كنتما حريصين على أن تسعدا في دنيا، والدنيا مدتها قصيرة وقد يأخذ الشهادة ولا يحصل له ما يريد، فكونا أحرص على إسعاده في الحياة الآخرة لا نهاية لها، وإن الدار الآخرة هي الحيوان أي المستمرة لا نهاية لها. ثم قد يهجم هادم الذات وفرق الجماعات على الولد، أو عليك أنت الأب أو عليك أنت الأم. والله يوم ذاك ويوم خلوة الإنسان في قبره وحده لن ينفعه شيء من هذا، سيقف بين يدي حكم من عدل وسيحاسبه على كل صغيرة وكبيرة. يا عبد الله، لماذا أيام الاختبارات كنت أحرص الناس على تشجيع ولدك على المذاكرة، وإذا جاءت الصلاة جاءش غلبك الشيطان باسم الرحمة وأهملته؟ يا عبد الله، ألست مسؤولا عن ولدك؟ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. أخرج البخاري مسلم عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأب راع في بيت مسؤول عن رعيته. وأخرج البخاري حديث معقب يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يسترعيه الله رعية ثم لم يحطه بنصيحة إلا مات ويموت إلا وغاش لرعيته، ويدخل في ذلك الوالدان. فإذا الأمر خطير، من كان محبا لولده فليجتهد على إصلاحه دينيا، لأن الحياة الحقيقية ثم الصلاح الديني سبب للصلاح الدنيوي، فليتق الله كل واحد منا. يا إخواني، الله يقول سبحانه: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. روى ابن جرير في تفسير عبد الله بن مسعود أنه قال: الغي واد في جهنم. قال الصحابة: هذا كسعد بن وقاص، هذا في من يؤخر الصلاة عن وقتها لا في من تركها، فإن من تركها فهو كافر. قال أخرج مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل والشرك أو الكفر ترك الصلاة. وأخرج أحمد وأصحاب السنة عن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بينه أي اليهود الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وأخرج مالك في الموطأ عن عمر أنه قال: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. إذن أيها الأبوان احرصا على الولد. ثم أنت أيها الولد، لنفرض أن أبويك قصر، فانجو بنفسك، نفسك من سينفعك غدا؟ فوجه رسالة الأبوين أن يتقوا الله في التوحيد، وأن يحرصوا أن يربوا أولادهم على التوحيد، ترك الشرك، دعاء غير الله، ذبح غير الله، طلب مدد من غير الله، ولا يدعو إلى الله، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وأدعوهم إلى ترك البدع واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كالدعوة الجماعي بعد الفرائض، وهداء الفاتحة وروح النبي صلى الله عليه وسلم، أو الاحتفال مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك من البدع. ثم أدعوهم إلى الصلاة وإلى غيره من أمور الدين. أما الذي أريد أن أختم به، تسمح لي يا أستاذ محمد، أريد أن أوجه رسالة للإخوان والتبليغ وغيرهم، ليعلموا هم وغيرهم، والله لست عدوا لهم عداء دنيويا ولا لأشخاصهم، وإنما العداوة عداوة الدين والخلاف خلاف ديني. والله يقول: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ألا تعقلون منهج تسيرون عليه كل العلماء أهل السنة يخالفونكم؟ فارجعوا، والله تعجب، منهج لا فيه صلاح ديني ولا فلاح دنيوي. في الدنيا ما بين سجين وطريد كما ترى حالهم الآن، وفي الدين ما بين خسارة ومخالفة كتاب السنة والسلف وأهل السنة. فأدعو من يعيد النظر، وأن يضعوا أيديهم في أيدي ويخاطب السعوديين بصفة خاصة والعالم بصفة عامة، حكام مسلمين، أن يضعوا أيديهم في أيدي علمائهم علماء السنة وحكامهم، وأن يتعاون على الخير، وحنانيك بعض الشر أهون من بعض، حتى يعتز الدين والدنيا.
جزاك الله خير شيخ. أنا والله كنت أتمنى دكتور إن شاء الله، بس نوعد إن شاء الله في زياراتك إن شاء الله الجاية بالكويت تكون هناك حلقات متخصصة في عمليات الإخوان المسلمين. لا لا لا، وبعدين أنا على وعدي إن شاء الله إن شاء الله أني سأبشر إن شاء الله أني أبشر إخواننا جميعا بأن ما في نفوسهم بعض الأشياء اللي سبق الكلام عليها من الفتاح وغيره، أن ستكون من حسن إلى أحسن برحمة الله وفضله إن شاء الله، وتكون لنا حلقات تخصصية في هذا المجال. يشرفنا وجودك. الله يشرفك الله بطاعته، وشكر الله لك والإخوان جميعا. فأنا شاكر لك فضل الشيخ الدكتور عبد العزيز الرئيس على حضورك الله يرحمه وعلى طرحك، وأتمنى أن تكون رسائلك اليوم وصلت. أسأل الله أن ينفع بها وأن يتقبلها ولا يكن لأنفسنا رب العالمين. شكرا لك دكتور. شكرا يا سيد محمد. أعزائي المشاهدين، وصلنا نهاية برنامج ديوان الملة. دعو الله ليحفظ الكويت. الكويت أولا وليصلح الحال.